وحول ذلك انضم إلينا من كوفنتري البريطانية مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أستاذ رامي عبد الرحمن. أهلا بك أستاذ رامي على شاشة اليوم. قبل أن نشير إلى الضحايا السوريين الذين سقطوا باستهداف الجندرمة التركية في إدلب، يعني نسأل عن السوريين أيضا الذين يخيل لتركيا بأنها تحركهم كقطع شطرنج من الرقعة السورية إلى ليبيا، بعضهم اتخذ البحر سبيلا للاتجاه إلى أوروبا، كيف تعلق أستاذ عبد الرحمن؟ نعم، مساء الخير أو صباح الخير بالتوقيت البريطاني. طبعا دعينا نقول بأن هؤلاء المرتزقة وليسوا قطع شطرنج، هؤلاء مجرد مرتزقة يجري تحريكهم من قبل يعني الحكومة التركية، ولا نقول تركية لأن هناك شعب تركي رافض لسياسات أردوغان. اليوم هؤلاء ارتفع عدد قتلاهم في ليبيا إلى 28 قتيلا، عدد الذين باتوا في ليبيا نحو 2600 مقاتل من هؤلاء، بعضهم أيضا تحرك من ليبيا باتجاه إيطاليا، بعضهم يفكر الآن بأن يقوم بجلب عائلته إلى ليبيا كي يستقر في ليبيا بعد الخذلان الأردوغاني لهم في شمال سوريا. ونحن نعلم بأن أردوغان عندما حرك هؤلاء لقتال أبناء الشعب السوري في عفرين وتهجير أبناء عفرين، قلنا حينها أنهم مرتزقة أردوغان، أنهم شبيحة أردوغان. تعرضنا لحملات كبيرة من قبل شبيحة أردوغان ومرتزقته، إلا أننا استمرينا في فضحهم والحديث عنهم. أيضا عندما حتى قبل عفرين عندما هاجموا مناطق ما تعرف بمناطق درع الفرات التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، يعني فجأة انتهى وانهار تنظيم الدولة الإسلامية، وأيضا نبع السلام في رأس العين شهدنا ممارساتهم. يعني المفارقة أن أحدها هؤلاء الذي ظهر بالصور من ليبيا كان عليه دعاوى في عفرين أمام المحاكم التابعة للاحتلال التركي بتهمة النصب والسرقة. هذا بالنسبة لهؤلاء المرتزقة الذين هم مرتزقة، وما يعني ما يفعلونه الآن في ليبيا يؤكد ما قلنا سابقا أنهم ليسوا إلا مرتزقة. وربما اختاروا ليبيا لما قدم لهم من مغريات من قبل أردوغان. يعني أستاذ رامي، بالعودة إلى سوريا، ما حقيقة الأوضاع في مجمل المنطقة العازلة وإدلب تحديدا خلال 24 ساعة الماضية، وأيضا حادثة الاستهداف من قبل الجندرمة لو سمحت؟ لا، هناك تكثيف بالغارات من قبل الطائرات الروسية. لماذا تكثيف من قبل الغارات من قبل الطائرات الروسية على الرغم من وقف اطلاق النار؟ لماذا شاهدنا ان عملية النزوح مستمرة والى اين باتجاه عفرين؟ هل يهدف اردوغان لتهجير هؤلاء السوريين من تلك المنطقة لاسكانهم في عفرين تمهيدا لمشروع مستقبلي ان غالبية الموجودين في تلك المنطقة هم موالون للحكومة التركية؟ اما بالنسبة للجندرمة التركية التي يتباكى اردوغان على السوريين والنازحين السوريين اعلاميا، بينما نشاهد الجندرمة التركية تقوم بقتل المدنيين السوريين عندما يحاولون الدخول إلى الأراضي التركية بأوامر من الحكومة التركية. لذلك أنا يعني بكل هذا النشر نأمل يعني عداك عن قضية توثيق الانتهاكات والجرائم، نأمل أن يكون هناك صحوة من قبل أبناء الشعب السوري المؤيدين لأردوغان، ويعلموا بأن هؤلاء ليسوا إلا يعني أداة ليستخدمهم أردوغان من أجل قضية تخص أردوغان وأحلامه وأطماعه بأن يكون سيد المنطقة. ولو خصصنا بعضا من تساؤلاتنا عما يجري في عفرين، وتعلم هي الذكرى الثانية منذ احتلالها من قبل تركيا، كيف تبدو فيها الأوضاع من عدسة المرصد أيضا بالتأكيد؟ طبعا الأوضاع يعني عفرين، يعني نحن بشكل يومي ننشر عن عفرين وانتهاكات عفرين، ولكن ماذا تبقى من سكان عفرين الأصليين في عفرين؟ أعتقد عدد المتبقين في عفرين لا يتجاوز ربع السكان الذين كانوا هم سكان عفرين وجرى تهجيرهم من قبل أردوغان وقوات أردوغان. وأنا استبقت سؤالك بقول بأن هناك عملية تهجير إلى عفرين، ونخشى أن تكون هناك عملية تغيير ديموغرافي إن لم يتحرك المجتمع الدولي ويقوم بإيقاف أردوغان، لأن أردوغان لديه أطماع كبيرة كما ذكرنا، ولكن المجتمع الدولي فقط ينتقد أردوغان ولا يقوم بتحرك الجدي من أجل وقف جرائمه بحق أبناء الشعب السوري والليبي. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان الأستاذ رامي عبد الرحمن، حدثنا مباشرة من كوفنتري.